لطائف قرآنية مع الدكتور عقيل الشمري. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.